لازلنا مستمرين في فقراتنا الصباحية ونذهب مع فعاليات مهرجان سومر الدولي للخيول العربية الذي أقيم في نادي أربيل للفروسية، حيث تنافست أحصنة كثيرة من مختلف بلدان على الفوز بجوائز متنوعة. نعم يا زينب، أكيد. وقد تنافست الخيول في هذه البطولة وفق شروط عديدة، ومنها جمال الرأس والرقبة والجسم والساقين والحركة والعضلات وغيرها، والكثير من التفاصيل التي سنتعرف عليها برفقة دينا الجزائري. تأنف مهرجان سومر الدولي للخيول العربية نشاطاته في أربيل بعد انقطاع سنوات، حيث تخلل هذا المهرجان استعراض للدبكة الشعبية من خلال الفرق الفنية، ليبدأ المهرجان بصهيل الخيول. اليوم يستعيد العراق وتحديدا أربيل وكردستان هذه الرياضة وهذه الثقافة، ثقافة الفروسية ورياضة الفروسية التي حققت مساحات مهمة عبر العقود الماضية من تاريخ العراق الحديث. حضور هذا العدد المميز من المحكمين من مختلف أنحاء العالم، أيضا مشاركة مميزة لدول الخليج في هذه المسابقة وفي هذا الكرنفال الرياضي الثقافي. وبجولات متواصلة بين هذه الخيول استمر المهرجان لمدة يومين، أما الجمهور الذي حضر هذا المكان كان متحمسا لأداء هذه الخيول التي بدأت رشيقة جاهزة لأداء هذه المهام الرائعة. أجواء لطيفة اليوم والمشاركين جدا جميلين والخيول يعني جدا جميلة، واكو يعني من خارج البلد، وان شاء الله يعني راح تكون هذه بادرة خير للاتحاد الفروسية العراقي واتحاد نادي كردستان، وان شاء الله راح تكون المزيد من هذه المهرجانات. مانة شيء يشرف، هذا الشيء صار له 40 سنة غير مقام. العراق كان فاقد ابنه هو الخيل، واليوم العراق رجع ابنه له، حضنه مرة ثانية. هذا الشيء أمانة إن كان يعني من جميع المقاييس نجاح وشيء يشرف أمانة، لأن اليوم في جميع البلدان تشوفين الخيل، محبين الخيل الفروسية، وتلاقين الرياضة هي تجمع الشعوب مع بعضها. سلالات عريقة تنحدر منها هذه الخيول، والتي تشكل أهمية خاصة لدى مربيها، فهي رمزا للأصالة العربية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، لينا الجزائري، أربيل،